بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، الحقيقة أحببت اليوم أن أتدبر معكم سورة الفاتحة. أخي الحبيب، قبل كل شيء يجب أن تضع أمامك هدفا، وهو أن تلقى الله تبارك وتعالى وأنت عارف بكتابه، حافظ لقرآنه في صدرك. هذا القرآن سيكون رفيقك لحظة الموت وفي قبرك ويوم لقاء ربك سبحانه وتعالى. بل إن حفظك للقرآن ومعرفتك لتفسيره وتدبرك لهذا القرآن سيغير شخصيتك للأبد. أنا لا أبالغ إذا قلت إن الإنسان الذي يقرأ القرآن ويتدبر القرآن ويقتنع تماما بأن كل كلمة في القرآن هي الحق سيعيد برمجة دماغه وحياته بالكامل. هذا القرآن أيها الأحبة فيه معلومات تعيد برمجة دماغك وتطور قدراتك الإبداعية في الفهم والإدراك والاستيعاب، يمنحك قوة شخصية وهدوء واطمئنان، ويمنحك لغة عربية سليمة، ويمنحك أيضا قدرة على الصبر، قدرة على التعامل مع المواقف الصعبة. سورة الفاتحة أيها الأحبة، النبي سماها أم القرآن، وهي أم الكتاب، وهي السورة التي لا تصح الصلاة إلا بها. لذلك لابد، يعني نحن نقرأها كل يوم 17 مرة في الصلوات المفروضة على الأقل، يعني نقرأها، فينبغي أن نتدبر في معانيها ونحن نصلي ونحن نؤدي هذه الصلاة لله عز وجل. معرفتك لمعاني هذه السورة العظيمة أيها الأحبة يعني تزيدك قوة شخصية. أنا طبعا جربت حفظ القرآن وتدبر القرآن، وأن أجعل القرآن أهم شيء في حياتي، هو رقم واحد في حياتي. بالفعل كل شيء تغير، أصبحت لا أبالي بأي مشكلة تمر بي، لأنني أعلم أن هناك إلها عظيما يحل هذه المشكلة بسهولة، فلا أحمل أي هم. الحقيقة أنا أحببت أن أوصل هذه التجربة لكل من يبحث عن هدف في هذه الدنيا. هذا الهدف يضمن لك السعادة والرزق والحياة المطمئنة، يضمن لك استقرارا نفسيا مذهلا. لذلك أيها الأحبة، يعني أنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا القرآن شفيعا لنا ولكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحبتي في الله، قبل أن تبدأ بحفظ القرآن وتدبره ومعرفة أسراره، ينبغي أن تضع مجموعة من الأهداف. معظم الناس يأخذ معلومات من القرآن وينساها في اليوم الثاني، يقرأ القرآن كاملا ويختم القرآن ثم تجده يكذب ويغش، لم يتأثر بالقرآن. إذن تدبر القرآن يجب أن يكون بشكل علمي ومنطقي، ويجب أن تدرك أن تدبر القرآن سيفتح آفاقا للتعمق في معاني هذه الآيات والتعلق بالقرآن أكثر. تدبر القرآن سيطور طريقة تفكيرك والتمتع بشخصية قوية. التدبر المتكرر للقرآن، أن تنفق وقتا طويلا على تدبر القرآن، يخلصك من الخوف والقلق وتتمتع بسعادة غامرة. الحقيقة أيها الأحبة، هناك الكثيرين فقدوا الإحساس بحلاوة تلاوة القرآن،
لأنهم لا يتدبرون، هو يقرأ فقط لا يفهم. طبعا يفهم معاني الكلمات ولكن لا يفقه بقلبه، القضية تحتاج إلى فقه بالقلب. لهم قلوب لا يفقهون بها، ما الفائدة من قلب لا يفقه؟ هناك حديث أيها الأحبة يقول: إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. لذلك يا أحبتي اجعل معظم كلامك هو ذكر لله لآيات الله. إذا كنت في مجلس حاول أن تذكر معجزة من معجزات القرآن، حاول أن تذكر الله. هناك ملائكة طوافون يتتبعون من يخرج من فمه ذكر الله. من يقرأ آية من القرآن ويحاول أن يفسرها لأهله لأقربائه لأحبائه، تأتي هذه الملائكة وتجتمع وتدعو لهؤلاء بالمغفرة. لذلك أيها الأحبة، فاتحة الكتاب سورة عظيمة جدا، معظمنا يقرأها ولا يدرك العمق الكامن فيها. أول شيء عندما تبدأ باسم الله يجب أن تتذكر أن هذا الخالق العظيم هو الذي أوجدك في هذه الدنيا رحمة بك، رحمك عندما خلقك، ويرحمك في كل لحظة في هذه الدنيا، وأن هذا الخالق الذي تبدأ باسمه بسم الله الرحمن الرحيم سيرحمك لحظة الموت، أهم لحظة في حياة كل إنسان. لذلك لابد أن تبدأ حفظك لهذا الكتاب وتدبرك للقرآن ببسم الله الرحمن الرحيم، وتتذكر رحمة الخالق العظيم الذي رزقك وأعطاك الصحة، المال، أعطاك نعم كثيرة، نعمة البصر، نعمة السمع، القوة، العقل. لذلك هذا الإله العظيم الذي بدأت باسمه وأنعم عليك بهذه النعم، لابد المنطق يفرض عليك أن تقول الحمد لله رب العالمين، أن تحمد هذا الإله العظيم على هذه النعم وتقول الحمد لله رب العالمين، فهو رب كل شيء ورب هذا الكون، وحتى الأكوان التي لا نراها هو ربها وخالقها. لذلك قال العالمين وليس العالم، قد يكون هناك عوالم كثيرة لا نراها. العلماء أيها الأحبة يقولون لا تظنوا أننا الوحيدون في هذا الكون، هناك عوالم أخرى وكواكب أخرى ومخلوقات أخرى، كل ما تتصوره وما لا تتصوره له رب واحد فقط هو رب العالمين. فالعالمين تعني هذا العالم الذي نعيش فيه وعوالم أخرى لا نراها، الله هو ربها. لذلك هذا الإله يستحق أن تقول الحمد لله رب العالمين. هاي أبسط شيء عندما تتذكر أنك بدأت باسم الله الخالق الذي خلقك ورزقك وأعطاك هذه النعم، لابد أن تقول الحمد لله رب العالمين. منذ هذه اللحظة أيها الأحبة يجب علينا أن نزيح همومنا، أحزاننا، مخاوفنا، لأننا بين يدي رب كريم. ولكن لابد أن نتذكر ذلك اليوم الذي يحشر فيه الخلق، كل المخلوقات تحشر إلى الله، ويحاسب كل مخلوق على أعماله، فلا يضيع حق لك مهما قل أو كبر، مهما قل أو كثر، مهما صغر أو كبر، حقك ستأخذه يوم لقاء الله سبحانه وتعالى ممن ظلمك، ممن أساء إليك، ممن أخذ مالك، ممن أساء لك ولو بكلمة. لذلك لابد أن تدخل في أعماقك وأنت تقول
تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تتذكر أن هذا الإله هو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. هذا الإله قادر أن يرحمك مهما، حتى لو تخلى كل الكون عنك هناك إله يرحمك يغفر لك، فلا تيأس من رحمة الرحمن الرحيم. عندما تتذكر هذا الإله العظيم وتتذكر أنك ستقف بين يديه وسيحاسب هؤلاء الخلق، يجب أن تقول مالك يوم الدين. في ذلك اليوم الحكم لله، فهو الملك القادر على كل شيء، الواحد القهار سبحانه وتعالى. بعد أن أدركت أن هناك يوما كل واحد سيأخذ حقه، هو يوم الدين، وله مالك واحد هو الله عز وجل. طيب ألا يستحق هذا الإله أن تستعين به وتعبده وتتقرب إليه وتترك ما دونه من المخلوقات الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا؟ بعد أن أدركت عظمة هذا الإله الرحيم، لابد أن تخلص له العبادة وحده عز وجل، وأن تلجأ إليه وتقول إياك نعبد وإياك نستعين، فلك وحدك أعبد وبك وحدك أستعين وألجأ وأحتاج وأدعو. ولكن بعد كل ذلك أنا لازلت ضعيف، أحتاج للهداية، لا يوجد غيرك يا رب من يهديني إلى الطريق المستقيم، لذلك أدعوك وأقول اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط هو طريق المتقين، وهو صراط الذين أنعمت عليهم من عبادك المؤمنين، وأبعدني عن طريق من غضبت عليهم من المنافقين والملحدين والكافرين. وكل إنسان سلك طريقا يغضبك أبعدني عن طريقه، فاهدني إلى طريق ترضاه أنت، طريق غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا رب استجب لي واجعلني من عبادك المهتدين، واهدني إلى طريق من أنعمت عليهم من الأنبياء، من المرسلين، من المخلصين، من الصادقين، كل من أنعمت عليه ورضيت عنه. دلني على الأعمال التي تجعلني أسلك هذا الطريق، وأبعدني عن طريق كل من غضبت عليه، ممن أكل الربا، ممن ظلم الناس، ممن ألحد وكفر. هذا الطريق الذي غضبت على أصحابه أبعدني عنه. لذلك أيها الأحبة، يعني هذه الآيات الآن بعد أن قرأناها أصبح لها معاني أخرى. يعني أنا عندما أقف في الصلاة وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، أتذكر رحمة الله وأنه رحيم بي، يحل مشاكلي، الحمد لله رب العالمين، أعلم أن هناك رب لكل العالم، الرحمن الرحيم، أعلم أنه سيرحمني مهما أساء لي الكون كله، مالك يوم الدين، هناك مالك واحد يوم الدين سيعطي كل ذي حق حقه، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، أطلب منك الهداية يا رب أن تهديني هذا الطريق المستقيم، صراط أي طريق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تصور وأنت تصلي، على الرغم من أن هذه السورة لا تتجاوز سطرين، إلا أنها أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني. والله تعالى كما أكد النبي عليه الصلاة والسلام لم ينزل مثلها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الكتب ولا في الزبور ولا الكتب السابقة. لذلك لا تجوز الصلاة إلا بها، وهي سورة الشفاء، وهي سورة السعادة.
لذلك أحبتي في الله أدعوكم أن تفهموا سورة الفاتحة فهما جديدا، تتذوقوا حلاوة كلماتها، تعيشوا بأعماقكم هذه المعاني الرائعة، لا أن تقرأوها هكذا من دون أي هدف، لا، عندما تقول مالك يوم الدين تتذكر أن هذا الإله العظيم سيسحق كل ظالم ظلمك، وكل من اعتدى عليك، وكل من أساء إليك، فيزول همك وتفرح. هذه السورة تعطيك كمية من الطاقة والفرح. لذلك أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وإن شاء الله نستكمل هذه الرحلة في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.